تبعته. ممكن أقدر؟ لا بيع كلهم بيع الجرسي. احنا بنتكلم 8000 جنيه في النهارده راكب راجل متشطر باليوتيوب من دون الموافقات. نفسي بقى اقول له 8000 ونص بالموافقات. في حاجه اسمها سوبر لايسنس. ما مهم يا ريت محطه كهرباء محطه المعالجه ومحطه الكهرباء وكله موجود لل 50 اوريدي اتعمل متعامل دول يعني بقى 13 ناقص 4 من 17.